ممكن تكلمنا عن كازينات الصيف السنة دي؟ احنا صارنا ثابتة طول السيزون، ما بنعملش كازون خالص. في بعض حاجات على الحريم والأطفال بنعمل عليها سبيشال أوفر، لكن كرجالي احنا ما بنعملش خالص. السبيشال أوفر دي بتبقى نسبة كام مثلا؟ يعني دي تقدرية المصنع بيقدرها، ممكن 40 ممكن 30%. دي تبقى موديلات السيزون اللي فات مش السيزون السنة دي بس، فممكن بنعمل عليها ديسكاونت. مثلا احنا ديسكاونت عندنا طول السنة مش مرتبط بموسم، يعني احنا اوقات بننزل في اي وقت يكون مثلا في بضاعة راكدة من السنة اللي عدت ممكن بنعمل عليها سبيشال اوفر. الكوزيون بدأ من 15/8 وانتهي 15/9. بتنزلوا اسعار الكوزيون ده مثلا بتوصل نسبة التخفيضات لكام في المية؟ من تبدأ من 10% ل 50%، وده بيرجع حسب المنتج اذا كان محلي اذا كان مستورد. المنتج المحلي بيبدا مثلا من 10-30% خصم عليه، احنا بالنسبه للمستورد معانا بيبدا برضه من 10% لغايه 50%. الدنيا مريحه طبعا اكيد، وسيد من يعرف حضرتك برضه انك انت برضه في الشارع دايما، اكيد عارف ان الجو برضه في حاله ركود. انت شايف ايه سبب الركود ده؟ الاولى صعب طبعا طبعا. بالنسبه مثلا احنا قربنا عن عيد، مفيش يعني ما زادش شويه ولا هو الجو؟ لا ممكن نقول اللي بينزل حاليا يشتري اللي هو مجبر خلق البطل. المشكله كلها العيد بيجي مع دخله المدارس، طبعا بيبقى الناس كلها تنزل بتجيب ايه، يعني بتشوف السيل وبتشوف هدوم المدارس، فده تبقى ده مع دوت لازم يعني يبقى يكون في سيل في الوقت ده. مفيش اقبال دلوقتي عشان سبب الغلاء اللي احنا فيه ده، والشغل عمال ينزل لنا اسعار غاليه بسبب الدرر والكلام ده، والدنيا بايظه خالص يعني. بالنسبه ان العيد دخلوا مدارس يعني الاقبال ما زادش شويه ولا؟ لا الاقبال والله ما زادش شويه، عشان انت عارف بقى الدنيا بقى، يعني الناس دلوقتي مشغوله بعمليه اللحمه، والنهارده الصنايعي غلبان، والمرتب اللي هو مثلا بيقبضه مش يعني مثلا ما يجيب له طقمين هيجيب له طقم واحد، وربنا يعلم بيه يعني.